أقول يا الخوي، دائما كنت تشغل سكرتي في البنك، ما تخاف على نفسك؟ لا طيب أدري إن أنت تاخذ حرارة الناس وكمامة وتوكلنا، بس أجانب كثير وسعوديين، يعني انتبه على نفسك. يا عمي، الحافظ الله. لا يمكن أنت يعني ممكن تكون مخالطة وحاجة، خليك حذري شوي، خذ اللقاح. ما عليك، اللي كاتب الله يصير، ما بصار شيء ان شاء الله. طيب ما يمنع، لا تقول اللي كاتب الله يصير، عارفين بس الحذر واجب. دامني ملتزم خلاص ما بيجي شيء. وقتها اقسم بالله لا فات الفوت، ما ينفع الصوت، انتبه على نفسك. شوف هذا انت كحيت، ما تدري يمكن فيك حاجة مخاف. يا اخي روح. لا ان شاء الله ما في شيء، ما في شيء، عادي عادي. لا تستهين يا اخوي، ترى عندك اهل، عندك ناس يبونك، خاف على نفسك شوي، حس. ما حب اروح مستشفيات، ما حب اشيك وحوسه وخربطه. لا حول فيها شيء، لو رحت شيك ترى مجرد تشيك. ما في الا الخير يا اخوك، ما في الا الخير يا اخوك، شيء قاعد تفاول علينا انت. حتى طلع عندك حاجه، هو برنامج تمشي عليه وان شاء الله امورك طيبه. الامور طيبه ان شاء الله، ما في الا الخير ان شاء الله. والله انت حر، نصحناك بما فيه الكفايه. كيفك؟ ما عليك، انا مؤمن بربي، مؤمن باللي يصير، وان شاء الله يا اخي لا تفاول، قلنا لك ان شاء الله الامور طيبه.